دوله الامارات تحت قياده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حريصه على ترسيخ ريادتها العالميه في قطاع السياحه اعتباره انه رافد مهم لهذا الاقتصاد الوطني، وتحمل حمله اجمل شتاء في دورتها الثالثه شعار موروثنا، تبرز هذا العام مقومات الموروث والهوية الوطنية ومنظومة القيم الإماراتية الأصيلة المتواردة. إننا نؤمن بأن هذه القيم والموروث الثقافي هي أحد أهم ملامح الخصوصية التي يلمسها زوار الإمارات في مختلف الوجهات والمقاصد السياحية المتنوعة داخل إمارات الدولة. وستساهم الحملة أيضا كذلك بتعزيز المسيرة التنموية المستدامة للسياحة الإماراتية وإبراز التنوع السياحي للدولة من خلال الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وهو ما نراه خطوة مهمة لتحقيق الاقتصاد المتنوع القائم على الابتكار واستشراف الفرص في مختلف القطاعات الواعية. نعم، ما عليك، ما هي أهداف حملة أجمل شتاء في العالم؟ هذه أهداف حملة أجمل شتاء في العالم ثلاث أهداف رئيسية. الهدف الأول هي حملة أجمل شتاء في العالم تهدف لتشجيع السياحة الداخلية، إبراز المعالم السياحية في دولة الإمارات، وتقديم صورة متكاملة حول أهم الأنشطة الثقافية والفعاليات الترفيهية والرياضية في كل منطقة من مناطق الدولة. الهدف الثاني هو استثمار الأجواء المتميزة في فصل الشتاء والمقومات الكبيرة التي تمتلكها الإمارات من بنى تحتية وتنوع واسع في طيف الوجهات والمراكز الترفيهية والثقافية والمهرجانات الجاذبة في كل الإمارات. والهدف الثالث يأتي تحت المبادرة الرئيسية الداعمة للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تستهدف جذب أكثر من 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية لقطاع السياحة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم في عام 2031، بمعدل زيادة سنوية قدرها 27 مليار درهم. ويهدف هذا التنوع الاقتصادي الوطني لدعم المنظومة السياحية وتوفير تجربة مميزة الزوار مبنية على التنوع السياحي. نعم، بشكل سريع معاليك وبلغة الأرقام، ما الذي تحقق في النسخ السابقة من أجمل شتاء في العالم؟ حملة أجمل شتاء في العالم انطلقت في ديسمبر من عام 2020 كأكبر حملة وطنية من نوعها لتسليط الضوء على تنوع خيارات السياحة الداخلية في مختلف أنحاء الإمارات، وساهمت على مدار الموسمين السابقين في تحقيق نشاط غير مسبوق في السياحة المحلية. من الأرقام، 950 ألف سائح سجلتهم السياحة الداخلية خلال شهر واحد، 17% زيادة في عدد نزلاء المنشآت الفندقية مقارنة بذات الفترة من العام الذي سبق، مليار درهم عوائد خلال شهر واحد، ومواصلة الحمل الموسم الثاني في ديسمبر 2021 صار عندنا 1.3 مليون سائح بزيادة قدرها 36% من النسخة الأولى، و50% زيادة في عدد نزلاء المنشآت الفندقية، و36 بالمئة ارتفاعا في نسبة السياحة المحليين مقارنة بالعام الذي سبق ليبلغ 1.3 مليون سائح. نعم. كما ارتبطت حملة أجمل شتاء في العالم في موسمها الثاني بحملة إنسانية فريدة من نوعها، هي لنجعل شتائهم أدفى، نجحت في جمع 11.5 مليون دولار لدعم اللاجئين والنازحين والفئات الأقل حظا بمشاركة 155 ألف متبرع. نعم معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، شكرا لك على هذه المداخلة.